مساء الخير جميعا واهلا بكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. الحقيقه هبدا بموضوع انتشر على مواقع السوشيال ميديا عن الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي اللي تعرض لانتقادات شديده بسبب زيارته لسوريا مع مجموعه من الفنانين، وده كان لحضور معرض دمشق الدولي. يا ترى ايه الهدف من الزياره وايه ردوا على الانتقادات اللي يعني انتشرت على مواقع السوشيال ميديا بعد هذه الزيارة؟ معايا دلوقتي على الهواء مباشرة الفنان الكبير الأستاذ محمد صبحي. مساء الخير، شكرا للمشاركة في 90 دقيقة أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ معتز. أهلا بحضرتك. أنا يعني الحقيقة مش عارف، يعني هل حضرتك تحب تعقب على تعالى نقول اي انتقاد حصل للزيارة؟ يعني اسمح لي بس انا مش هبرر. ايوه. اني لا ابرر لخونة كل من خان مصر وكل من اراد لمصر ان تصبح مثل ليبيا او سوريا او العراق او اليمن هم من هاجموا. وبالمناسبة انا ما قريتش للأدمن، هو اللي بيشيل، يعني هو اللي بيحذف اي تجاوز. ولكن انا رجل فنان، مانيش وزير خارجية مصر ومانيش وزير في مصر ومانيش رئيس وزراء مصر ولا رئيس مصر. انا سافرت علشان اقف جنب شعب سوريا، زي ما قدمت حلقة على سي بي سي في مفيش مشكلة خالص في حب سوريا، وهذه الحلقة مست المصريين قبل ما تمس السوريين. السوريين اللي هناك قالوا نفسنا محمد صبحي يجي. انا رحت بالضبط اقل من 48 ساعة يا صبحي، دوبك الطيارة ودتني وجيت تاني يوم. 48 ساعة أنا قضيتهم في شوارع دمشق وفي افتتاح مهرجان معرض دمشق الدولي الدورة 59. وشفنا بقى هم مقدمين مصر ازاي في المعرض ده يا أستاذ معتز، وهناك جناح مصري عظيم من الصناعات اللي شاركت سوريا. الشعب السوري محتاج أن نربط عليه زي ما قلنا، لازم نقف جنبه ولازم نسنده ونبطل جبن ونبطل خوف ان الواحد يتحسب على النظام ولا ما يتحسبش على النظام. سوريا دولة والدولة تعنينا اهم من النظام، زي السفلة اللي كانوا عايزين يدمروا مصر وقالوا احنا ضد النظام. طب النظام مشي، هدوا مصر وهدموها. لغاية النهاردة احنا بنعاني من الارهاب، مصر ما ركعتش. فيجب ان نحترم دول اخرى لا تريد ان تركع وتريد مساندة، ومساندة شعبية على الاخص. هناك يحترمون الرئيس السيسي ويحترمون ما قدمه في مصر وما قام به في مصر. احنا رايحين علشان نحس الشعب السوري في اول فرحة ليه وعايز يبتهج، اول فرحة بعد 7 سنين يعمل معرض دمشق الدولي، وعرض في افتتاح المعرض كيف غنت ام كلثوم في الدورة الكام، وعبد الحليم حافظ في الدورة الكام، وفايزة احمد ونجاة الصغيرة وفيروز. هل دول خونة لانهم غنوا في عصر حافظ الاسد؟ ها يعني غنوا للشعب السوري. لا هناك. طب استاذ صبحي اعذرني، تعالى كده نمسك الموضوع حاجة حاجة. اولا حضرتك اللي فهمته من كلامك انك مستاء جدا من هذا الانتقاد وهذا الهجوم، وعايز تفرق ما بين مسألة دعمك لنظام او موقفك السياسي من دعمك لشعب والدولة احنا المفروض بنعتبرها دولة شقيقة. بس انا معلش يا استاذ، وقلت انا ما روحتش اسرائيل، قريت لك العنوان ده النهاردة. طبعا انا كان لو كنت روحت اسرائيل، ما لو روحت اسرائيل كان يعني شيء مؤلم. انا روحت لدولة عربية شقيقة. ازمتنا يا استاذ معتز النهاردة ان اسرائيل نجحت في ان نلوك في افواهنا هذا الهجوم السافر على الأنظمة، وبحجة سقوط النظام تسقط الدولة. في فرق بين النظام والدولة، النظام زائل، النظام ممكن يمشي النهاردة بكرة. ولكن كان في مصر هنا يقول لك ايه، احنا نسقط النظام بس شفنا ازاي حطموا البلد يا أستاذ معتز. بس انت ليك قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا وفي بلاد الشام بشكل عام، يعني ما تقدرش تتخلى عن جماهيرك اللي خارج حدود الوطن. بالظبط. بس انا هقول لك بس المقتل فين. إيه لما كانوا بيصوروا لنا صور من دول تانية ويجيبوا رجلين العساكر يقول لك الجيش المصري يقتل المصريين ويدعي ان الارهابيين قتلوه.
فاكر انت في احداث سينا يقول لك لا هذول مش ارهابي يعني مش ارهابيين ده اللي قتلهم الجيش المصري. انت عايز تقول ان النظام قتل كل اللي ماتوا في سوريا وهذا غير صحيح. الصحيح ان هناك معتركين كثيرين ولا الحرب العالميه الاولى ان تتكاتف عصابات في دوله واحنا عانينا من ده. هم يريدون اسقاط الدوله. هم يريد احنا مع بقاء دوله سوريا غير مقسمه. وزي ما حضرتك قلت انا كفنان دي همومي، انا ممكن ابقى مهموم بقضايا وطني انما اللي نايمين في العسل دول وبيتكلموا وبيرغوا يعني انا مش فاهم هم عايزين يوصلوا لان يحققوا على طبق من ذهب اكتر مما يتمناه عدونا. ويا سوريا لو سقطت يعني ده بس استاذ صبحي بعد اذنك يعني انا رغم ان انا يعني متعاطف جدا مع المرارة الشديدة اللي انت بتشعر بيها بعد كل هذا الهجوم بس انا مش مستغرب لان محمد صبحي هو يعني ملك الجمهور سواء جوه مصر او بره مصر فربما اللي عنده وجهة نظر مختلفة مع النظام السوري يعني محبش انك انت تروح وتدعم اي فعالية. يا استاذ معتز انا لا انتقي يعني مهو انت كده بنرسخ فهمنا المسألة بشكل يعني احنا عقاسينا من الاخوان. كل اللي بيهاجم اخوان بيشتم في مصر بيشتم في سوريا وفي نظام سوريا فده احنا نستطيع ان نتفهمه. انا ما بقراش على العموم الادمن هو اللي بيقرا وبيتابع يعني. انما انا مش ما عنديش مراره ولا حاجه بالعكس انا متشرف متشرف بزياره سوريا متشرف ان اشوف اول فرحه في عينين 800,000 زائر للمعرض في اول يوم يعني فخور بالطاقه الايجابيه اللي عند الشعب السوري. الشعب السوري مختلف على بعضه يعني في حاجات كثيره طيارات كثيره زي ما كان عندنا 300 ائتلاف و300 حركه و300 مش عارف ايه ولكن انا ما اقدرش اسقط القضيه الفلسطينيه علشان حماس منقسمه مع فتح. انا راجل جاهل ما قريتش تاريخ وما اقدرش اتهم الفلسطينيين على انهم قتلوا ابنائنا. اللي قتل ابنائنا فصيل معروف في غزه وغزه ايضا تعاني من حماس. استطيع تفهم ده بس لا استطيع ان اسقط القضيه الفلسطينيه كقضيه عربيه. لا انا اللي قصدته بالمراره بالمناسبه علشان بس اوضح كلامي هو مراره يعني الشعور بان في انتقاد كبير او هجوم كبير على الفنان محمد صبحي بسبب الزياره يعني. انا حزين يا استاذ معتز لما الناس يكتبوا ايه؟ انا واقف مع اكبر قيمه ثقافيه صديقتي من 20 سنه الدكتوره نجاح العطار دي كانت وزيره الثقافه في سوريا وعلى علاقه بيها بقالنا 20 سنه. وانا كنت بزور على فكره سوريا لغايه سنه 2010. محدش اتضايق ليه؟ انما علشان الصوره الحيطه عليها صوره بشار فكان يجب ان انا اروح ارفع صوره بشار انزلها علشان اتصور او نتصور. فده حمق انا بسميه حمق ويكتب لك بقى افتراءات يقول لك ده بيت بشار ده بيت اول ما نزل محمد صبحي سوريا زار بيت بشار. يا راجل هو بشار فضيلي ولا الدوله فضيالي ولا مؤسسات الدوله فضيالي؟ انا رحت لحاجه محدده نزلت الشارع والصور انا اللي منزلها على الفيسبوك بالمناسبه يا استاذ معتز. لو انا منزل الصور هخبي ليه مقابلتي للرئيس بشار؟ والله لو السوريين المعارضين متضايقين قوي من النظام ما يروحوا يحرروا البلد من النظام ده. ده مش موضوعك انت بقى اكيد كراجل فنان عربي مصري يعني ما مش داخل في اللعبه دي. ممكن اروح اليمن واروح ليبيا واروح العراق. اي بلد عربي من حقي ما حدش اللي هيحركني لاني انا لا اتحرك بتوجيهات ولا اتحرك ب ب ب باغراءات او انا لا اساند اي نظام في العالم. لا اساند اي نظام. تمام. انا شخصيا من الناس اللي اكتويت وفخرت ايضا بالجاليه المصريه الجاليه السوريه في مصر. جاليه محترمه رفعت اسم سوريا فاتحين فوق ال 100 مصنع وبيشتغلوا وهم طالعين من بلادهم مهجرين. ال 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 الشهداء اللي ماتوا هنقف عشان نقول مين اللي قتلهم ولا فعلا نقف جنبهم؟ سوريا محتاجه اعمار، محتاجه اعمار انساني، يعني محتاجه
طبطب على ابناء الشهداء ايوه مين اللي قتلهم؟ دي مشكله بقى انتوا تخلصوها، ولا عايزين تبقوا زي العراق؟ ما حصل في العراق، ما هو العراق لو كانت بقت عظيمه نقول ان شخص يمشي من البلد هتبقى عظيمه. ده وانا مش من حقي، مش من حقي اتدخل في 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 سياسه دوله اخرى، انا ماليش دعوه، وده ليس مسانده لمن قتل. انا رايح للشعب السوري اللي افتخرت بانه استقبلني ازاي، وهو بصراحه يعني بكل صراحه استاذ صبحي، هو الشعب السوري ده في قلوبنا، واحنا والسوريين ما بيننا تاريخ طويل، وهم هنا فوق راسنا السوريين اللي قاعدين في مصر، واحنا بنشعر معاهم بان هم يعني اخواتنا وحبايبنا واهلنا، وده كلام ما فيهوش مزايده خالص. لا ده حقيقي، وده شعورهم هناك والله يا استاذ معتز. أيوة. شعور الناس اللي قابلتها في الشارع طبعا، حميديه وفي الجامع الاموي، كل مكان رحته في ال 48 ساعه ناس محبه كمان لمصر، وعارفه وقاريه تاريخ ان مصر وسوريا لازم يحافظوا على بعض. صحيح. فرحانين باللي بنحققه، يعني لما سوري يقعد قدامي كده نص ساعه عشان يكلمني على الانجازات اللي بتحصل من الدوله في مصر وفرحان بيها هو كسوري، ده اللي يجب ان يكون بينا. وكان في كلام على انك يعني كنت ضمن مجموعه ايضا، يعني كان في معاك مجموعه من الفنانين المصريين، الهام شاهين والاستاذ عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد النقابات، والسفير المصري رافقنا في اليومين دول في جولتنا. الجناح اللي عملاه مصر هناك شيء مشرف ويفرح. بس بالمناسبه اخد خبر منك استاذ صبحي، يعني كان في كلام اتقال على ان في قصف الموقع المعرض او حاجه زي كده، هل ده حصل؟ انا عرفته النهارده واتصلت بزملائي، بس عشان هم لسه هناك ما رجعوش عشان اطمن وكده، فقالوا يضحكوا قالوا لي احنا في المعرض. في المعرض ما فيش حاجه. في قذيفه فعلا على مخازن في منطقه خلفيه بعيده عن المعرض خالص. انما هم كلهم الحمد لله بخير يعني. الحمد لله. على كل حال بشكرك جدا، بتمنى لك دايما كل توفيق وكل نجاح، وبشكر مداخله حضرتك لبرنامج 90 دقيقه الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي.